وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. ارتقاء من الأدنى للأعلى. التسخير الجبال، الجبال الأصم دي الجماد ازاي يسبح الطير؟ يبقى شوية يعني هو فيه ايه، فيه حيوانية وفيه ما له صوت وله مش عارف ايه ويكاكي ويعمل وكام المكاكية بتاعته لما هي على اولاده، يعني كل حاجة لها ايه، كل صوت له تعبير عن مراد. لكن الجبال يبقى نقلها لقاه، سخرنا مع داود الايه الجبال. العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر التفكير مش بعمق ولب الأشياء. ازاي؟ قال لك هو ما بيشوفش الجبال ولا الجمال بيتكلم، وبيشوف الطير له أصوات يعني يعبروا بها عن مراداته، إنما ما بيسمعوش يتكلم. نقول له طيب والعجب فيه دي إيه بقى؟ العجب يزول عندما تعمل مسح لكرة الأرض دي، الكرة الأرضية المسح ده هتلاقي فيها ناس مليين الدنيا، وكل إقليم له ناسه. أمريكا فيها ناس، وكندا فيها ناس، واليابان فيها ناس، ومش عارف سنغافورة فيها ناس، والشام فيه ناس، والعراق فيه ناس، وإحنا ناس كلنا فينا قدر مشترك في الجميع، وفينا أشياء تختلف في السمات والألوان والأشكال حسب البيئات التي نعيش فيها، لكن ما هو بالغرائز متفقين فيه. مثلا الجوع غريزة مشتركة، العطش غريزة مشتركة، الخوف غريزة مشتركة، العواطف غريزة مشتركة، مش كده؟ الضحك في ضحك امريكاني وضحك روسي، البكاء برضه غريزة مشتركة كلنا مشترك فيها، ولذلك ربنا في المشتركات ما يخليش فيها اختيار ولا اي حاجة. ولذلك يقول ايه؟ وانه هو اضحك وابكى. ساعة ما دام هو اللي بيضحك ويكي مش هنختلف، ما فيش فيها ايه؟ مفيش فيها خلاف، لكن فيها اشياء خلاف. واول شيء سماتنا والواننا، دي ابيض وده اسود وده خمري وده قصير وده طويل وده عيونه لها شكل مخصوص مناسب البيئه ولا أب أفطس، وده يعني اشياء مختلفه، اختلافات ايه شكل. وفي اشياء بنتفق فيها، ومن الاشياء قمه الاشياء التي نختلف فيها الكلام. الكلام هنا ما يختلف، أيختلف في صوت الحروف؟ يعني ده له حرف ينطق وانا ماليش، ولا الحروف هي واحده؟ لما قلت شرشر هي برضو ايه شين وايه وريه ولام، هي إذن اصوات الحروف متحدين فيها، لكن معاني الاشياء هي اللي نختلف فيها. وقد يعز على بعض الحناجر انها تنطق ببعض الحروف لان طبيعه التكوين ما تخليهاش. مثلا اللي غير العربي ما يقدرش ينطق الضاد ابدا، هو عنده الدال وخلاص كفايه قوي. احنا عندنا في فرق بين الدال الرقيقه والضاد المفخمه، في فرق عندنا. شوف دقه العربيه في ايه، عندنا هناك فرق بين السين والثاء، مش كده؟ عندنا هناك فرق، هناك فرق عندنا بين الزاي والذال، في فروق. عندنا فرق بين الاء والعين، يقول الي انما احنا نقول علي عين معين معناها كده، هو ما يقدرش يقول. لما حتى يجي يتعلم لغتنا تبقى دي برضه اللكنه دي. طيب قول لي بقى، فاذا كانت هذه المساله كده، ادينتم اناسي وسمون كلكم انسان وبشر ومتفقين في حاجات كتير ومختلفين في اللغه، اذا كنت عربيا تفهم كلام الانجليزي؟ ما تفهموش. تفهم كلام الطلياني؟ تفهموش. انما له كلام ولا لا، وله صوت وله ولا حاجه؟ قال لك اه. قال طيب اذا كان الانسان اللي زيك لما يبقى له لغه وانت ما تعلمتهاش ما تفهمهاش، يبقى لما الحيوان يكون لغه عايز تفهم ايه؟ طب ويبقى ايه خدها في الطير وفي الجماد برضه له لغه؟
بس انت ما بتفهمش زي ما بتفهمش لغه الانسان الثاني. اذا اللغه دي بنت ايه؟ محاكاه، تحكي اللي تسمعه الودن تحكي له، اللي يحكيه اللسان. ولذلك قبل ما يكون واحد اب كان ما بيتكلمش لازم يكون عنده صمم، ما سمعش حاجه عشان يحكيها. لكن ان كان الصمم جاله بعد ما سمع شويه كلام بيتكلم ده يبقى اذا ما تستغربش ان توجد مع ناس لهم اصوات ولهم كلام بس انت مش فاهمه، مجرد التواضع على اللفظ. فاذا جبنا ولد انجليزي وحطناه في بيئه عربيه يتكلم انجليزي، يتكلم عربي. طب بالعكس يتكلم انجليزي، اذا اللغه بنت المحاكاه، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. خلاص. يبقى اذا ما دام وجد انسان زيك وبيتكلم ولا تفهمش، فما تستبعدش ان تكون الاجناس الادنى منك لها لغات تتفاهم بها وانت ما تفهمهاش، بدليل ان الله اعطانا صوره بس صوره متنزل. انت انسان فتعلمت لغه، انت عربي وتعلمت لغه انجليزي تتكلم وياه وتبقى على الاول خلاص. انت انسان وربنا عايز يعلمك لغه الحيوان تفهم، علمنا، مش قال علمنا منطقة الطير؟ علمنا ايه؟ منطقة الطير. فبالله امتن عليك وعلمت منطقة الطير. يمكن واحد برضه يمتن عليه ربنا ويتعلم منطق الجماد، تستبعدها ليه بقى؟ الهدهد قال ايه؟ قلنا زمان لما جه قال وتفقد الطير، لكنه بيعمل كل وقت استعراض، يعمل عرض كده، ما هو حشر لسليمان ايه؟ لسليمان جنوده ايه؟ من الجن والطير فهو طير. تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. اكن الكبير بقى الملك ده تفقده للاشياء حتى الهدهد الذي لا يعرف انه مش هنا. شو التتبع قد ايه بقى؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ما لي لا ارى الهدهد، يمكن انت اللي عينيك يعني كده. ام كان من الغائبين؟ يعني هو مش انا، يعني شكيت الاول مش شايفه ليه؟ ولا هو غايب ولذلك ما شفتوش انا؟ خلاص؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأسبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. لعدالة النبوة بقى، يأتي لي عن كلام على العواهي كده، تعذبه ولا تذبحه ولا كده؟ او ليأتيني بإيه؟ بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. وبعدين ايه الهدهد؟ جه. ساعة ما جه عارف انه قال له لا قال له يعني ما فيش كلام، احط بما لم تحط به. يا هدهد ويكلم سليمان مش ايه الديمقراطية دي؟ احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. وقال له القصة. شوف بقى الكلام، اني بيتكلم وفيهم عنه ولا ما فهمش؟ اهو فيهم، علمنا منطقة الطير. صح، ده مش بس بيتكلم، ده عارف قضية العقائد والتوحيد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ايش الحكاية دي؟ كأنه عارف. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات؟ ما يسجدوش لله، كأنه مش بيتكلم بس، ده عارف قضية العقيدة وبيقول ازاي. ولذلك تجد انه مس الشيء اللي يهمه. ايش معنى الا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ ايش معنى الخبأ؟ ايش معنى هي دي اللي عجبك قوي؟ قال لك لان الهدهد الطعام لا يكون من ظاهر الارض ابدا، لازم ينبش عليه تحت. فجاب الحته اللي ايه؟ يبقى قضية التوحيد وقضية معرفة الهدهد. طب مين سمي الهدهد؟ اقل من الهدهد. حتى اذا ايه اتوا على وادي الايه؟ النمل. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. الله، ده وظائف، ده عاملة ديدبان، عاملة ايه الوردية بيسموها ايه دي؟ واقفة عشان تشوف وايه وعلم كيف تحكم. قال ايه؟ قال يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بس هم مش قاصدين، هم لا يشعرون لان كنتوا ايه؟ ذرات صغيرة تيجي تحت الرجل ولا يشعروا بها. مش ظلم يعني، شوف الدقة في الحكم.
عشان يموتوكم وهم ايه هم ما يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى فيهم ولا ما فيهمش؟ هي كلمت النمل اللي زيه انما هو. وبعدين قال ايه بقى؟ قال اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليها. يبقى اذا اذا هو ما احنا ما نفهمش انما اذا فهمنا نفهم. العلماء بقى لما جم في الحته دي وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير قالوا ده تسبيح، ده مش تسبيح يعني كده زي ما احنا عارفين، ده تسبيح دلاله. تسبيح ايه؟ دلاله، يعني انها بحالها تدل على الخالق. تسبيح ايه؟ طيب يبقى انتوا فهمتوا اقول ما دام تسبيح دلاله يبقى انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن اللي خلقك وقال كده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. هم بيسبحوا يقول انا مش فاهم التسبيح. انت ما انتش فاهمه انما هو بيسبح. هو بايه؟ هو بيسبح الله. اذا الله سبحانه وتعالى اعطى لداود مزيه ان الجبال تسبح معه. اما قال لك الجبال ما تسبحش الا مع داود، تسبح مع غيره كمان لا بس يوافق تسبيحها. الميزه بقى ان يوافق التسبيح بتاعه تسبيح الله. يعني ساعة ما نقول هو سبحان الله تقول هو يا سبحان الله سبحان. ويعملوا كرسي بقى توحيد كده ويا بعض يعني. وهو يظهر لنا وسخرنا مع داود الجبال ايه يسبح. هناك بقى والطير محشوره كل له ايه اواب. يبقى اذا قول انني مانيش فاهم هي ليه. والدليل على ذلك ان العالم الان من نطاق البحوث التي يجريها وطموحات العلم بيعمل قاموس للغة السمك. بيعمل قاموس للغة السمك ويمكن بعدين يعمل قاموس للغة الأحجار. احنا عارفين ما العلم يرتقي ازاي يعني. يبقى اذا لكن انا مش مستني لحد ما العلم يثبت لي، انا ربنا قال لي خلاص أقرب. يبقى ما دام قال ولكن لا تبقون ايه تسبيحهم ليه؟ لان هم فاهمين الجماد ده جماد، نقول هو جماد واخد صوره في التكوين صوره لجنسه. انما انت ما بتشوفش في المحاجر المطروح مثلا ايطاليا او البلاد اللي فيها الجماد، تقوم تلاقي الاحجار طبقات. حجر بيتفاعل بقاله 500 سنه بقاله لون، وبعدين يجي بعد مده كده يبقى له لون ثاني، ومن حجر كده الى ايه الى رخام، رخام درجه اولى رخام درجه ثانيه، وبعدين يجي مرمر ويجي مش عارف ايه وايه. اذا طول عمرها بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ ما دامت تتغير يبقى فيها حيويه ولا ما فيهاش حيويه؟ يبقى فيها حيويه. وكل شيء طب ده انت لما تضرب اوضه ابوك تبتدي تلاقي بعد مده ايه اللي حصل ليه؟ اتغير. معنى التغير ده فيها تفاعل حيوي بس انت مش مدرك حاجه، انت مش ايه؟ ما فيش ادراك للايه؟ للمسائل. ولذلك لما كانوا يقولوا ايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته ان الحصى سبح في يده، تقول له لا حذب العباره ونقحها عقليا، لان الحصى يسبح في يد ابي جهل. الحصى يسبح في يد مين؟ ابي جهل. قل ان رسول الله سمع تسبيح الحصى، انما سبح لا لم يسبح. يبقى اذا الذين قالوا تسبيح الحال استعجبوا ان يبقى لها لغه وتقعد تسبح بيها، ويقولوا لا الكلام ده زي الانس لما يتكلم بلغته ما تفهموش، انت تعلمت هتفهم. كذلك الطير لغه ولا مش عارف ايه لغه، لا كل حاجه لها ايه لغه. ليه؟ لان الكلام فرع وجود حياه، وكل شيء في الوجود له حياه بس بحسبه. كل شيء في الوجود له ايه؟ حياه. انت لما تجيب حتى طبق بلاستيك، شوف بلاستيك اهي عجينه واتعمل الطبق، شوفها اول ما تيجي وبعدين سيبها سنتين ثلاثه شكلها عمل ايه؟ شكلها اتغير كده وبقى مش عارف اهو. ما دام اتغير يبقى فيه تفاعل، تفاعل يبقى فيه حركه حياه، اخذ ورد ومش عارف ايه. قال لك علبه الكبريت اللي انت بتمسكها دي فيها طاقات بين ذرياتها متفاعله تصلح لان تدير قطارا حول العالم. اذا العجائب في الكون، وان كان الكون انت هتدركه بعقلك يبقى ده ما يصحش انك تنسبه لربنا.
ما دام هتدركه وتفهمه كده لا ما ينفعش. هناك احنا كنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى يعطي رموزا اشاريه في بعض الايات يمر عليها العقل التكليفي بتسليم او بفهم صح، ولكن تجد بعد ذلك فهم. الفهم الثاني ما ينقضش الاول ولكن يربيه يزوده يديله معنى ايه معنى ثاني اعلى شويه، انما ما ينقضش الفهم الاولاني اللي انت ايه اللي انت خدته. لما قال المشرق والمغرب يعني الشمس لها مشرق، وبعدين قال مشرقين ومغربين عرفنا مشرقين وايه ومغربين، ومشارق ومغارب عرفنا مشارق وايه ومغارب. الانسان لما يجي بقى في القران يقوم يقول ايه كل شيء اعوذ بالله مش فاهمين كل شيء هالك، كل شيء ما يقال له شيء هيجي له وقت ايه يعني كل شيء هالك الا وجهه، يبقى وجه ربنا هو اللي مش هيهلك وكل شيء ايه هالك. وما معنى هالك؟ يموت معناها كده. قال لك تابوت تجيبها من الآية تانية، قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي. يعني يبقى الهلاك ضد ايه ضد الحياة. ما دام كل شيء هالك يبقى قبل كده كل شيء ايه كل شيء، وما دام كل شيء حي اجري عليه كده بس بقانونه. كل حاجة لها ايه قانون، ومش ضروري انت تسمع كلام. طب ده انت يبقى عندك مثلا خدام ويدخل عليك ضيف، بس اشارة من ايدك كده بس بعينك للولد، ان كانت اشارة غدا يوضب له غدا، ان كانت اشارة قهوة يجيب له قهوة، من اشارة من دون ما يتكلم بص له كده. ولذلك لك يفهم بالايه الاشارة من غير كلام. طب انت عايز ايه يتكلم بقى الحجر يتكلم، يبقى له اشياء في ايه. احنا بنخترع لغات علشان الصوت ما ينسمعش. لما كانوا يجوا في البحار وبعد ذلك يعملوا ايه يعلم الاعلام ينشر الاعلام يعمل كده تبقى تدل على كذا، يعمل كده تعمل كذا. دقات التلغراف كل دي لها ايه كل لها دي لون من الايه لون من الاداء. يبقى الاداء والبيان مش ضروري بالكلام تسمعه انت، انما كلام يسمعه اللي هيتكلم لجنسه. ولما ربنا يديك بقى بصيره ويفيض عليك من اشراقاته يمكن ايه يمكن تسمعه. ولذلك شوف لما ربنا يقول ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده. الى لقاء.